قالوا فتحوا معرض ثياب جديد، كتير حابة أشوف الموديلات الجديدة. منروح سوا؟ منروح. أرماك، في موضوع كتير شاغل لي بالي. الكل بينادولي ناز، ولما أسألكم بتخبوا عني. مين ناز؟ ليش لما أسأل عنها الكل بيتوتر؟ ما حدا بيتوتر حبيبتي، بس هيك بيتهيأ لك. ألو حبيبي، خلص اجتماعك؟ ايه خلص. كيف كان الوضع؟ مثل ما توقعت، كان كتير ممل. لهالسبب بدي شوفك لعدل مزاجي شوي. ايه كتير حلو، وأنا برات البيت هلأ. ممتاز، يلا بعتيلي موقعك لأجي لعندك. ماشي حبيبي. بالمناسبة عندي إلك مفاجأة، رح تندهش لما تشوفها. بصراحة ما بظن أني رح اهتم بأي شي تاني غيرك حبيبتي. أنا بحبك. وأنا. هلأ عرفت لمين بدك تهدي هالساعة. عم بسمع دقات قلبك من هون. عن جد؟ حاسسته رح يطير. هي أول مرة بحس بهيك شعور. هو جاي، رح أعرفك عليه كمان. بس أصحك تخبري يلي بالبيت، عم استنى الوقت المناسب. ما رح خبرهم، لا تاتني هم. ايه؟ امتى تعرفتوا على بعض؟ صرنا شهر. تتذكري لما رحت على عيد ميلاد واحدة من رفقاتي بشيلة، وحتى قلت لك مش عن تروحي معي؟ ايه تذكرت. ايه تعرفنا هديك الليلة حفلة عيد الميلاد. مو بالضبط، انا طلعت متأخرة من الحفلة وتعطلت سيارتي لما كنت راجع على البيت. الطريق فاضي والدنيا عتمة، شو هالحظ يا ربي. ما في شبكة، شان تكمل معي. يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ يضرب هالحظ. مساء الخير. على الأغلب تعطلت سيارتك. ايه مع الأسف. الحمد لله على سلامتك. سيارتك تعطلت بمكان سيء كتير، فيني جرب شغلها بلكي بتشتغل معي؟ مع الأسف السيارة ما بدها تشتغل، بس إذا أنت بتحبي فيني وصلك لوين ما بدك. ما في داعي، جربت أتصل بعائلتي ليجوا ياخدوني، بس ما في شبكة بموبايلي هون. بعد إذنك فيني استخدم موبايلك؟ ايه طبعا ما في مشكلة، تفضلي. بس للأسف نحن بنفس المكان، يعني ما في شبكة موبايل. شو بدي ساوي هلأ؟ ما حدا رح يمر من هون لبكرة الصبح، برأيي ما في داعي تستني هون. يعني أنا بقدر وصلك على المكان اللي بدك إياه. ما بعتقد عندك حل ثاني بهالوضع.
شكرا لك. العفو. بالمناسبة أنا كينان. أنا أرماك، تشرفنا. تشرفنا. يا ترى أنت مو كنت بعيد ميلاد سيلين هالليلة؟ طول حفلة عيد الميلاد وأنا عم حاول ألفت انتباهك. لو عرفت أنك انتبهتي لي لكنت أجيت لعندك وتعرفنا على بعض. تزعجك هالأغاني؟ خد راحتك. كتير بحب هالمطربة. بالله؟ وأنا حتى عندي كل أغنية. ما عم صدق. وأنا عندي كل أغنية وحتى الكاسيتات القديمة. الأسطوانات كمان. إيه الأسطوانات كمان. Geceler gölgesinde kırık kadeh gibiyim. بتحبي نجدة صبحي؟ انت بتحبه؟ يلي عشته مثل جراحي يا قبطان. كل البحار والملح جواتهم ما قدرت تداوي ذكرياتي. البحر ازرق والسما زرقاء والحرية اللي مشتاق لها زرقاء. بس ليش الحب يلي بقلبي أسود يا ترى؟ كتير بحب نجدة صبحي. وأنا كمان. كأنه الصدفة يلي جمعتنا مع بعض هالليلة غريبة. أي بس يمكن ما نصدفة، هذا القدر. وهيك بلشت قصتنا مع بعض. هازال، هازال، عن جد قصة تعارفكن على بعض كتير حلوة. هو وصل. شلون طالعة؟ حط حمرة كمان؟ لا تتوتري، طالعة كتير حلوة أرمان. لوين رايحة؟ بدي أعرفك عليه. ماني رايحة، بس رح أتمشى برا وأنتوا بتقعدوا لحالكن شوي. ابني انت جنيت يعني؟ اهلا فيك امي. قال انت طلبت زيادة رأس المال بالاجتماع. ما شاء الله رجالك يلي بالشركة كتير سريعين. شو هالسخافة؟ فهمني ليش هيك ساويت. مو نحن عنا فضول نعرف مين واقف وراء لصياد السمك؟ اذا ما قبل العرض معناتها استسلم، وهيك منتخلص من صياد السمك. وإذا هو قبل العرض بهالحالة منعرف مين واقف وراه وقديش قوي وليش عم يدعمه. لا تكون متأكد. لو امبارح خبرونا أنه رح يصير شريكنا لأغمى علينا من الضحك، بس هو صار شريكنا اليوم. صياد السمك مستعد، ويلي واقف وراه حسب حساب كل خطواته، وهالخدعة ما رح تمرق عليه. أنا ما عم ساوي أي خدعة، أنا بس عم حطه عند حده. بس أنت عم تخاطر بالشركة فورال، هاي مو لعبة أولاد صغار. المهم هلأ مو الشركة يا أمي، المهم شرفي. صياد السمك لازم يفهم إنه ما بيقدر يتحداني أنا. هازال بغرفتها أمي؟ لا برا. كيف يعني برا؟ طلعت مع أرماك لبرا. ومين يلي سمح له؟ ليش في داعي تاخد إذن؟ ممنوع تطلع برات البيت من دون ما تاخد إذني، عم تسمعيني أمي؟ وخاصة طالما صياد السمك عم يحوم حوالينا، فهمتي أمي؟
كنان؟ انت عم تراقبني وتلاحقني؟ الدنيا صغيرة يا خانو، لازم تتعودي على هيك صدف. بلا هالألعاب كنان، وعشان مبارح وشراكتك مع عائلة ديمير أوغلو كلها صدفة؟ ولا شي صار صدفة، كله كان مخطط ومدروس. صار لي 3 شهور عم خطط لهالشي. ممكن تبعد عني؟ إنساني لسه، كم مرة لازم قلك؟ واضح إنه مرض عيلة ديمير أوغلو انتقلك. كلكم بتفكروا حالكم موجودين بمركز الدنيا. أنا ساويت كل شيء لأنه شراكتكم كتير مربحة، مع إنه مالن أي قيمة وما بيسوا شيء، بس ما فينا ننكر سمعتهم التجارية. يعني بس للتجارة مو هيك؟ أي بس للتجارة. مثل زواجك بالضبط. حبيبي وينك؟ أنا عم استناك. أنا كتير بعتذر حبيبتي، صارت مشكلة بخصوص التوقيع ولازم أرجع على الشركة. أخواتي ساووا شي مشكلة ما؟ لا لا، ما لهم علاقة. لا تواخذيني، أنت زعلتي شي؟ زعلت، بس إذا ما بتعيدها بسامحك. بعتذر منك مرة تانية. ماشي، بحاكيكي بعدين. ماشي. انت منيحة؟ شو صار هازال؟ بس حسيت بدوخة. لا تاكلي هم. ايه، وينو حبيبك؟ طلع له شغل واعتذر. وشك تعبان، منروح على البيت؟ ماشي، الافضل ارتاح بالبيت. ممكن تجيب لنا الحساب؟ هلأ بيساووا لك عيران مالح وما بيضل فيك شي. مرحبا أخي. أهلين، أنتوا وين كنتوا؟ تمشينا شوي. طيب ليش ما خبرتوني؟ كنا رحنا على شي مطعم وتغدينا سوا. حبينا نكون بنات لحالنا. بنات؟ ايه كتير منيح. أنت منيحة هزال؟ منيحة. حست بشوية دوخة. ما في شي خطير، بس اتسطح برتاح. أرماك، من هي اللحظة لا تطلعي مع هازال لحالكن أبدا. أنا بوصلكن لوين ما بدكن. اتفقنا أختي؟ ما في مشكلة، بس شو الموضوع؟ ما في شي، بس قصدي إنه نقضي شوية وقت مع بعض. فيها شي؟ ماشي.
أختي سلمى؟ سيبال. نعم هزال خانم. مين هي نازي؟ قلتلك مين نازي يا سيبال؟ كتير انذكر اسمها قدامي. يا ريت لو تسألي حدا غيري هزال خانم، لأنه ممنوع علي احكي لك عنها. اسمعي، ما رح جيب سيرة لحدا، بتضل بيناتنا، ما حدا رح يقدر يساوي لك شي، لا تخافي قولي. ناس خانم، عم يستنوني بالمطبخ. نحن ما بناخد ومنعطي مع العمال يلي هون، لا تعطيهم وش. انتهت الأيام يلي كنتي جرسونة فيها، صرتي من عيلة ديمير أغلو، انتبهي على تصرفاتك. صحتين وهنا. لكن زيادة برأس المال فورال ما بيفاجئني بنوب. يعني نحن رح نقبل مو هيك؟ طبعا نحن رح نقبل يا ابني، هو ساوى الشي اللي كنا متوقعينه. هن ما في معهم كل هالمصاري، رح يضطروا يتدينوا، حاول يخدعنا ونحن رح نستغل هالخدعة لصالحنا كنان. شو لهلا ما اعطاك وش؟ لا والله، بالنهاية معه حق، لو كنت مكانه لسويت الأسوأ. برأيي هو عم بيظلمك، ارتكبت غلط وندمت. لشو كل هالمبالغة؟ عم تشوف اللعبة الوسخة اللي هنن عم يلعبوها؟ ما بتطلع شيء قدامي اللي انتو ساويتوه. كان الاجتماع مع عائلة ديمير أوغلو؟ ما صح لنا نحكي. مثل ما توقعنا. هي شو ساوت لما شافتك؟ قصدي هازار. اندهشت. طيب وانت بشو حسيت كنان؟ بعرف لسه ما انطفت نارك. جواتي فراغ كبير، كتير كبير، وكل ما بشوفها بحس إحساس غريب. يعني لساتك هازال يلي حبيتها ماتت، أنا دفنتها من لما تزوجت هداك الوزيخ. همي هلأ مع آل ديمير أوغلو. يعني هازال ما عاد إلى أهمية؟ لا